سنتعلم في هذا الفيديو عن 3 أشياء، الخطوات التي نتبعها عند اندلاع حريق لا سمح الله، والخطوات التي نتبعها عند وقوع حادث في المعمل، وكذلك بالتفاصيل عن بعض الرموز، أي رموز السلامة في هذه المعامل المذكورة للأقسام المذكورة كيمياء فيزياء أحياء. عند الدخول إلى المعمل يجب حفظ في أذهاننا لا ضرر ولا ضرار، قاعدة السلامة الأساسية. يمنع 4 أشياء في كل المعامل: الأكل والشرب والدخان واستخدام الموبايل. هنالك 3 أشياء أساسية لدخول المعمل، وهي البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت، أي أدوات الحماية الشخصية، وهي تقلل من الخطر وأي تحميك من الخطر أحيانا كثيرا. أولها نظارة السلامة، هذه لحماية العيون، وهذه السيفتي جلاسس، هذه السيفتي جلاسس معروفة لدى الكل. أيضا لبس الجلوفز أو القفازات مهمة جدا لكي لا نلامس، أي لا نترك أي مادة تلامس أجسامنا. وكذلك اللاب كوت، أو هذا اللاب كوت أيضا مهم جدا لحماية أنفسنا بشكل عام. أيضا إذا كان هنالك في مواد فيها أبخرة، فبالتالي يوجد ماسك أو كمامة خاصة بهذا، فبالتالي يجب أيضا استخدامها أثناء التعليمات عند استخدام مادة معينة. الآن نوضح الخطوات التي يجب اتباعها عند وقوع حادث في المعمل، والحوادث يمكن نختصرها في بعض: استنشاق مواد كيميائية، حروق جلدية، أو ملامسة مادة كيميائية، البلاغ بهذا الحادث، واللجوء إلى صندوق الإسعافات الأولية الذي يوجد في كل المعامل، وبالتالي إبلاغ مرشد أو مشرف المعمل للتوجيه الصحيح في هذه الحالة. في حالة حدوث حريق يجب أن نتبع الخطوات الإرشادية في حالة وقوع حريق في المعامل. في حالة وقوع حريق لا سمح الله في أي معمل من المعامل، يجب اتباع إرشادات الحريق، وهي تنشيط إنذار الحريق، أي أقرب إنذار موجود مزودة كل المعامل بهذا الإنذار، ثم إطفاء الحريق إذا أمكن ذلك ولا نعرض نفسنا للخطر. وطبعا إطفاء الحريق في أشياء من الرمل إلى الإسطوانات إلى البطانيات موجودة في المعامل. وأيضا يجب أن نحافظ على الهدوء وتفولو ذا فير إكزيت، أي نتبع مخرج الطوارئ بالنسبة للحريق، ونتجمع في النقطة الخاصة بكل معمل، أي النقطة الخاصة بنا. وأهم نقطة إنه لا نستخدم المصاعد في حالة وقوع حريق لا سمح الله. الآن نستعرض الرموز، أي رموز السلامة في المعامل، وأهمها مثلا رمز السلامة بالنسبة لحمام السلامة الموجود في كل المعامل، وسوف نستعرضها بالتفصيل فيما بعد. ولكن الآن نذكر بعض الرموز الموجودة في المواد الكيميائية زي المادة هذه أسيتونترايل، ونشوف العلامة هذه فليمبل أو تسمى أوكسايدينج، وهذه العلامة هانفول مؤذية أو إريتنت، يعني مثيرة للحساسية. أيضا نشوف هذه المادة الأخرى، ونشوف اسم المادة سايكلو هيكسين، ونشوف الرموز هنا، أيضا الرمز هنا هانفول إريتنت، أي مؤذية ومثيرة للحساسية. وأيضا نرى هذا أوكسايدينج أو فليمبل، ونرى هنا كورازيف أو تؤكل الجسم إذا وقعت على الجسم. ونمر على المادة الثالثة هنا أيضا هيكسين، ونشوف أوكسايدين أو فليمبل، وكارسوجينيك أي مسرطنة وأيضا مؤذية للبيئة. وكذلك نرى هنا إنه هذه المادة أيضا مؤذية ومثيرة للحساسية إريتنت. لا قدر الله إذا لامست المادة الكيميائية الجسم، الجلد أو العيون أو بشكل عام، التوجه فورا إلى حمام السلامة وغسيل العيون واتباع الإرشادات في ذلك.